أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتي المحلية لنهار اليوم. بداية، وفي قطاع الموارد المائية يعتبر حي الزاوية من أقدم أحياء مدينة تبسة، وقد عانى سكانه لسنوات من قلة المياه الشروب بسبب قدم الشبكة واهترائها. مديرية الري والموارد المائية أطلقت مشروعا لتجديد الشبكة كليا. عمار طبالة. بعد معاناة دامت لسنوات، استفاد حي الزاوية من مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب. المشروع مقسم إلى 3 أجزاء، وقد وضع الجزء الأول منه حيز الخدمة، ويشمل حوالي 8000 توصيلة فردية. جيبوا في سيتارنا تاع 1000 متر ب100000، رانا تعبنا، وكان يقدر كيما نقولوا نحن اللي عنده يقدر يجيب سيتارنا يشرب، اللي ما عندوش وقاعد فاهم. ومخدموا انستالاسيون وصايم ماذا بهم في اقرب وقت يسيي يطلقوا لنا الماء. لاش غير راهي ماشيه فهمت، وفي تحسن كبير ومخدومه خدمه جد مدققه، يعني باش نحضروا الماء راهو كاين درك، الماء عاد يلحق للمواطن اللي احنا فيه نتاعو راهو يلحقوا الماء. حاجه واحده، الماء راهو بعض الازقة مازال لحد الان ما لحقهمش. درك هاو جانا مقاول جديد دار لي انستالاسيون جديده، هانا مازلنا هام يسبعوا يسيبوا بار كارتي يجربوا في الماء. درك الماء لكن على حساب يقعد كما كرنا الحمد لله. المشروع أسند إلى 3 مقاولات وخصص له غلاف مالي يقدر ب 16 مليون دينار جزائري. اضطرت مديرية الموارد المائية إلى تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، وذلك لكثرة شكاوي السكان، وقد قسمنا هذا المشروع إلى 3 أجزاء. الجزء الأول الأشغال منتهية وقد أدخل قيد التشغيل في سنة 2021، وجزء متوسطة سكر جبلة نسبة الأشغال فيه هي 70%، والجزء الآخر وين خزان 5000 متر مكعب نسبة الأشغال فيه 50%. عند اكتمال المشروع يكون سكان الحي قد تخلصوا نهائيا من مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب. عديد المشاريع كانت محل معاينة من طرف السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس، أهمها مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 200 متر مكعب. بلدية سيدي علي بن أيوب والذي سيدخل حيز الخدمة خلال الشهر الجاري، كما تم تسليم مشروع المسلك الرابط بين مزرعة سيدي الزاوي والطريق الوطني رقم 95 ببلدية بوخنافيس. نوال إسماعيل فراقي تفصل في الموضوع. المسلك الرابط بين مزرعة سيدي الزواوي والطريق الوطني رقم 95 مشروع وضع حيز الخدمة لصالح سكان المنطقة بسيدي بلعباس لفك العزلة عنهم. قبل كان ضايع، كنا مغبونين كثرة في النو وفي ننغبنوا الوطن ما يفوتوش. البزاوس كانوا يمشوا يقروا، ثاني كيمشوا مساكين بغلي كاين يمشي بوط وكايلي، ودروك الحمد لله كانت مكاش كانت لابيس. ضربك الحمد لله راها طريق ما شاء الله. بكري كانت لابيس قبلنا البغلي النو المشاكل قاع الذراري ما ينجموش وين يفوتوا. اليوم ما شاء الله ما شاء الله يعطيهم الصحة. تم تزويدها بالغاز بالمياه بالكهرباء، بقى طريق توصلهم الطريق في حوالي 400 و500 متر طولي، وهذه المنطقة أصبحت الحمد لله اليوم منطقة نور. إنجاز خزان مائي بسعة 200 متر مكعب لصالح ساكنة بلدية سيدي علي بن يوب هو المشروع الذي سيرى النور قريبا، والذي من شأنه القضاء على ندرة المياه. ملي حبت تنقص لكم لا شارج على السكان، غادي كيما نقولوا نخرجوا من الازمه هذه نتاع المياه، خاطر هزينا يومين في السمانه والحمد لله. وجا دار المخزن تاع المياه وصالح للشرب، وحنا ماذا بينا كنا بحاجه اليه. مشروع سيدخل في حيز الخدمه حوالي شهر، سيسمح هذا المشروع بتزويد هذه الساكنة التي كانت تعاني من انعدام المياه. هي عينة من المشاريع التنموية التي تسعى مصالح الدولة بولاية سيدي بلعباس لتجسيدها خدمة للمواطن. وبولاية يارت استفاد سكان والمجمع الريفي منندا ببلدية قرطوفة من عملية التزود بالغاز عن طريق الصهارج، مع فتح المسلك المؤدي إلى المنطقة، وهو ما استحسنه المواطنون الذين أكدوا على أن هذا الشتاء سيكون مغايرا لسابقيها. مراد عبروسة.
على عكس المواسم الشتوية الماضية سينعم سكان منطقة مناندا ببلدية قرطوفة بالغاز الطبيعي بعد تزويدهم بصهاريج البروبان إلى جانب فتح المسلك المؤدي إلى هذا التجمع الريفي. كانت الطريق مقطوعة، كنا من ندوا حافر نجيبوا حافر الوطن قارو ما في الطريق خطرات. هذروك الحمد لله، هذروك أنا نيشان جونيش الحمد لله، الغاز الماء ما يخص حتى حي. زمان فات كنا عينو مقرعة نشعلوا الحطب تغبن نغبن كحلة وجم الحمد لله. سيدنا مقاس وطريق طريق بقناطر الحمد لله. كنا مغبنا تاع بصح البرد، الذراري قوة اللي مرضوا من هذا البرد، واليوم الحمد لله جانا الغاز والحمد لله دارونا الطريق، جابونا الغاز حتى الفيرما هنايا وطريق والحمد لله ماناش مغبونين. ضروا هي جهود تنموية تأتي لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. 37 عائلة من منطقتين ببلدية قرطوفة استفادت من ثمن صهاريج غاز البروبان. قامت مؤسسة مقاطعة غاز البترول المميع بولاية يارد باقتنائها وبتركيبها طبقا بها باكسسواراتها طبقا لمعايير السلامة والأمن. استفادت بلدية قرطوفة ولا الدوار المناندة من طريق فتح مسلك معبد على مسافة 2 كيلومتر ويرفع الغبن على هذه المنطقة، منطقة المناندة اللي كانت تعاني فارطا، تعاني من العزلة، واليوم الحمد لله الطريق اكتمل واستلمناه. مشاريع تزويد المنطقة بالغاز وفتح الطريق جاءت في الوقت المناسب سيما ونحن على أبواب فصل الشتاء. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع الزميل مراد عبروس يلتحق بنا. مراد، إلى أي مدى ستساهم برامج تزويد السكان بصهاريج غاز البروبان في توفير هذه المادة الطاقوية للمواطنين؟ شكرا، تحية لكم وتحية لمشاهدي التلفزيون الجزائري. من المنطقة الريفية مناندا ببلدية قرطوفة بتيارة نحييكم ونحاول تسليط الضوء من خلال هذا المباشر على أبرز مشاريع الربط بصهاريج غاز البروبان التي تشرف عليها مقاطعة غاز البترول المميع بتيارة، وهذا لتوفير هذه المادة الطاقوية لسكان المناطق الريفية. وللحديث عن الموضوع أسعد وأتشرف باستضافة السيد شكاكرا علي مدير مقاطعة غاز البترول المميع بتيارت للحديث عن مشاريع الخاصة بالصهاريج غاز البروبان الموجهة لسكان هذه المناطق الريفية. شكرا لكم سيدي على الحضور معنا، ومن خلالكم نسلط الضوء على أبرز مشاريع المؤسسة. شكرا، بارك الله فيك، لأن الشرف أن اليوم نحن متواجدين في منطقة المناندا. رح نتكلم اليوم على البرنامج اللي كان مسطر من طرف الولاية بالاتفاق مع مديرية الطاقة، البرنامج اللي خذناه اللي كان توفير 148 سهريج بروبان على مستوى الولاية. من بين المشاريع هذو كان ما تم إنجازه كمن دخل في حيز التنفيذ، دخلت لحد الآن 36 سهريج دخل حيز الأشغال، 25 سهريج أخرى تنتظر المطابقة لإكمال الترتيبات اللازمة، وعندنا 37 سهريج أخرى تنتظر مخفضات الضغط التي تم استورادها واليوم دخلت إلى ميناء الجزائر للتوفير للمواطنين. ونواصل البرنامج هذا لأنه عندنا 148 سهريج هذا في الشطر الأول من مخطط التنمية للبلديات، وعندنا الشطر الثاني 82 سهريج إن شاء الله نوفرهم للمواطنين عبر كامل التراب الولاية ويدخلوا حيز التنفيذ في أقرب الأجل إن شاء الله. إن شاء الله. وسيد المدير، ما هي عدد المساكن والعائلات التي ستستفيد من هذه السهريج؟ على العموم أنه كل سهريج راح يوصل الأربع عائلات، على الأقل أربع عائلات، بمعنى عندنا 148 سهريج الأولى هذه اللي راح تغطي 627 عائلة اللي تستفيد من سهريج البروبان. شكرا لكم السيد شكاكر علي مدير غاز البترول المميع مقاطعة تيارت على كل هذه المعطيات المتعلقة بمشاريع توصيل غاز البروبان لساكني المناطق الريفية. وطبعا الاستفادة تأتي مع حلول فصل الشتاء وهذا التوقيت المناسب، وأكيد سيكون شتاء مغيرا لسكان هذه المناطق بعد الاستفادة من هذه المادة الطاقوية. مواد عبروس، كنت معنا من ولاية تيارت، شكرا لك ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل.
قرية وادي الأخضر من قرى بني والنيف الحدودية ببشار عرف دخول المدرسة بها هذه السنة تحسينا في ظروف التمدرس، حيث تزودت المؤسسات التربوية بها بغاز البروبان الموجه إلى التدفئة والإطعام المدرسي. جويد باب أحمد. قرية واد الأخضر من بين القرى الخمسة التابعة لدائرة بني والنيف تبعد عن مقر ولاية بشار ب 140 كيلومتر نحو الشمال. بدأت بوادر التنمية تظهر جليا مؤخرا، أبرزها الاستفادة الابتدائية الوحيدة بها من غاز البروبان من أجل التدفئة والإطعام لهذا الشتاء. احنا اليوم الحمد لله رانا نشوفوا المدرسة تبارك الله راها منورة، يا ربي لك الحمد. خير من وقت فات، ها التريطوار، ها الحيط، ها القدرون، ها راهم يديروا القدرون الحمد لله، تنقط ها الكريراج، ها كما ما هاد الساعة خير من وقت فات. إيصال غاز البروبان إلى المؤسسات التربوية بقرى بني والنيف يعتبر خطوة بارزة من أجل سنة دراسية أكثر أريحية للمتمدرسين. عملية ثانية الأساسية اللي استفدت منها هي من غاز البروبان، يعني تم تزويد هذه المدرسة بغاز البروبان الذي سيساهم بالنسبة للمطعم المدرسي وبالنسبة للتدفئة في فصل الشتاء. الأفضل لن تتخلى عن هذه الأعمال التي تصب في مجال تحسين ظروف معيشة المواطن الجزائري حيثما كان وأينما وجد. للإشارة، المؤسسة عرفت أعمال توسعة وتهيئة شاملة. وتلتحق بنا الزميلة من العرج لتطلعنا على برامج التنمية بقرى ولاية بشار، لا سيما تلك المتعلقة بظروف تحسين التمدرس بالمؤسسات التربوية. نعم، كما نعلم جميعا أن الجزائر اليوم تبذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين المستوى المعيشي وكذا المنظومة التربوية لا سيما في المناطق النائية. وللحديث أكثر حول مكاسب المدرسة الوحيدة بقرية واد الأخضر الحدودية يحضر معي مدير التربية زعيطي محمد لولاية بشار. سيدي أهلا بك معنا. سيدي، لو نتحدث هذه السنة سيكون شتاء دافئ و وجبة ساخنة، ما هي إجراءاتكم الاستباقية التي سخرتموها لهذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنا مشكور، أشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة اللي يقوم بها دائما تلفزيون الجزائري ببشار. نتواجد بمدرسة الواد الأخضر الحدودية بدائرة بني والنيف، وهذه المدرسة اللي زادت رونقا وجمالا بفضل تضافر كل جهود السيد ولي الولاية والسيد رئيس الدائرة، مشكورين على أن هذه المؤسسة أصبحت اليوم تقدم الوجبة الساخنة وكذلك تضمن التدفئة بالنسبة لأبنائنا. بالنسبة للتدفئة والوجبة الساخنة هي إحدى ركائز التزامات السيد رئيس الجمهورية وكذلك تعليمات السيد وزير التربية الوطنية والتي أسدها لنا جميعا، وكذلك كل لقاءات اللي جرت مع السيد والي ولاية بشار إلا وكان يركز دائما على التدفئة وعلى تقديم الوجبة الساخنة بالنسبة لأبنائنا تلاميذ المتمدرسين لا سيما في مناطق الظل والمناطق الحدودية. سيدي، بالنسبة هل تعمم هذه المبادرة اليوم على مختلف المدارس النائية؟ نعم، ستعمم على جميع المؤسسات التربوية ولا مجال للوجبة الباردة. فقط نقول بأن كل مدارس إن شاء الله سنعمل جاهدين على أن نقدم وجبة ساخنة بالنسبة لأبنائنا المتمدرسين. نعود سيدي إلى قطاع التربية بالولاية، حدثنا أكثر عن النسخة الثانية للكتاب المدرسي. هذا هو مربط الفرس، وابتداء من يوم 17 من هذا الشهر اللي هو يصادف ذكرى عزيزة على كل جزائري وهي ذكرى أحداث أكتوبر ونحن نحتفل بهذه الذكرى، قامت وزارة التربية الوطنية مشكورة بتوزيع النسخة الثانية اللي في اليسار من الكتاب نجد إشارة كتابي، وتم توزيعها على جميع المؤسسات ولاية بشار. الآن لم يتبقى لنا إلا بعض المؤسسات الصغيرة في المناطق النائية، والعملية في الوقت الذي أحدثكم فيه العملية جارية على قدم وساق. شكرا لك سيدي زعيطي محمد مدير التربية، كنت معنا مباشرة. إذا نعود إليكم زملائي المركزية. شكرا من العرج، كنت معنا من ولاية بشار، والشكر إلى ضيفك الكريم كذلك.
وتجسيدا لبرنامج الاستثمار الاجتماعي لمجمع سونطرك أبرمة، المجمع اتفاقية مع بلديتي تندوف وأم العسل بولاية تندوف لتزويد مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمعدات تشتغل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أجهزة خاصة بلوازم تابعة لمدرسة الصم والبكمة ببلدية تندوف، وأكد تزويد المناطق النائية بأربع سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية. تدخل هذه الزيارة في إطار العمل الاجتماعي اللي راهي تقوم به المؤسسة، بحيث قدمت لنا عدة مساعدات للبلديتين، بلدية تندوف وأم العسل. أسدى السيد رئيس المدير العام لمجمع سونطراك توجيهات للجنة المختلطة التي أنشئت لهذا الغرض، قصد إطلاق كل مشاريع ال 121 عبر 37 ولاية إن شاء الله قبل نهاية السنة. في قطاع الفلاحة انطلقت بولاية جيجل عملية حرث الأراضي الزراعية وتحضيرها لمرحلة البذر، وهذا بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة للحصول على مختلف الحبوب والبذور. عبد الرحيم شمعوني والتفاصيل. بمزرعة معاذ لونيس بمنطقة ابن أحمد بولاية جيجل انطلق موسم الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2022-2023، والذي يشمل مساحة 2400 هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين. اليوم إن شاء الله راح نديماري والموسم تاعنا، الماتريال لو كاين إن شاء الله، ان شاء الله يكون هذا الموسم موفق خير على العام اللي فات. العام اللي فات كان موسم مليح الحمد لله، ان شاء الله هذا العام يكون موسم افضل. رانا بدينا في موسم الحرث والبذر، رانا هنا باش ندعموا خوتنا الفلاحين اللي راه ما عندهمش امكانيات، راهو العتاد متوفر عندنا هنايا. ان شاء الله يكون موسم جيد لينا وللناس اجمعين. اليوم 20 هكتار راح نخصصوه للعملية التكثيفية. هذا الشيء هذا نسعى من خلاله أولا لإنتاج بذور ذات نوعية جيدة، والهدف الأسمى هو وضع الفلاح في أحسن الظروف اللي تخليه فقط يهتم بجانب الإنتاج. برنامج تكثيف بذور الحبوب بولاية جيجل رهان يرفع لتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي وخيار استراتيجي لتطوير الاقتصاد المحلي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشاط المحلية لنهار اليوم، ألقاكم بخير.